السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنتعرف على أهم النصائح في فن التعامل مع الآخرين التي عليك معرفتها وتجربتها. فهذه النصائح الرائعة ستنفعك جيدا في حياتك الشخصية وفي تعاملك مع الآخرين. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك ليصلكم الجديد. النصيحة الأولى: عندما يصرخ شخص ما في وجهك، يحتفظ بهدوئك، فهذا سيزيد غضبه في البداية، ثم يشعر بالخجل، ثم يشعر بالأذى أكثر مما شعرت أنت. النصيحة الثانية: خاطب الناس الذين تقابلهم لأول مرة بأسمائهم، سيجعلهم ذلك يشعرون بالثقة والود تجاهك. النصيحة الثالثة: إذا وجدت صعوبة في تعلم أمر ما، قم بتعليمه لشخص آخر، فذلك سيجعلك أكثر انتباهًا وسيساعدك على تعلمه. النصيحة الرابعة: إذا أردت أن تطلب معروفًا من شخص علاقتك به ليست وطيدة، اطلب منه طلبًا بسيطًا أولًا قبل أن تطلب منه ما تريد، فالناس أكثر ميلًا لقبول طلب أشخاص قبلوا تلبية طلبهم سابقًا. النصيحة الخامسة: إذا كنت تعمل في خدمة العملاء، ضع مرآة خلفك بحيث يرى العميل فيها نفسه، وستندهش من تأثير ذلك على العملاء الغاضبين. النصيحة السادسة: إذا كنت في نقاش ساخن، تجنب استخدام كلمة أنت، لأنها كلمة اتهامية هجومية ولن تساعدك في تقريب وجهات النظر. النصيحة السابعة: إذا كنت تتوقع هجوما من شخص ما في أحد الاجتماعات، اجلس بجواره، فسيقلل هذا من حدة هجومه عليك. النصيحة الثامنة: إذا كنت خجولا وتريد أن تكون صاحب حضور قوي، حينما تقابل شخصا ما، حاول تبين لون عينيه، هذا سيجعلك تنظر إلى عينيه مباشرة، فهذا سيقدمك بصورة قوية. النصيحة التاسعة: قم بمضغ العلكة قبل أن تقوم بأمور تشعر فيها بالتوتر، مثل مخاطبة الجمهور، فهذا يزيل الشعور بالخطر. النصيحة العاشرة: إذا حاول شخص ما التهرب من سؤالك أو أجاب إجابة مقتضبة، استمر في النظر لعينيه في صمت، فهذا سيحرجه وسيجعله يستمر في الكلام. النصيحة الأخيرة: إذا أردت أن تعرف ما إذا كان شخص ما يريد أن يشارك معك حواراً، فانظر إلى قدميه، فإذا كانت قدماه متوجهتان نحوك، فهذا دليل على أنه يرغب في محادثتك. أما إذا كان يخاطبك وقدمه في اتجاه آخر، فهذا معناه أنه يود الانصراف.